صراحة قبل ما جيت توقعت بيكون في فرص أقل، بس يعني عقب ما جيت تفاجأت شوي. تقريبا 21 وظيفة معروضة اليوم. حابين إن احنا نوظف الشباب البحريني وندعمهم. برامج ريادة مدعوم من تمكين وسيليكا انفستمنت. احنا نساعد الشركات الناشئة، عندنا 6 بحريني ستارت ابس، ناخذهم من مرحلة اللي توهم عندهم فكرة إلى مرحلة إن يطلقون المنتج. فخلال هاي المرحلة يحتاجون يوظفون التيم. So team is their asset. وteam what will actually build their product. فقررنا ان احنا نسوي برنامج ريادة للتوظيف اللي هو اليوم، ونجيب الشركات الناشئة اللي عندنا وتعرض وظائفها على الجوب سيكرز واللي قاعدين يدورون وظائف. تقريبا 21 وظيفة معروضة اليوم من تقريبا 11 شركة ناشئة، اغلبها تك، يعني software engineer, coders, UI UX, designer. بس بعد موجودة الوظائف الثانية اللي هما الأدمن، الماركتينج. إحنا عندنا وظائف نحتاجها في التيك، معظمها في التكنولوجيا بما أن إحنا شركة تيك، بلس نحتاج بعد بعض الوظائف في الماركتينج، بعد اللي يقدرون يستخدمون الهاي إند تكنولوجي أساس إنه يطورون وساعدونا في هدفنا في الشركة. وإحنا اليوم جايين عشان نستقبل طلبات توظيف. طبعاً عندنا أكثر من شاغر في الشركة وحابين إن إحنا نوظف الشباب البحريني وندعمهم. عندنا وظائف في الأوبريشنز، عندنا وظائف في الماركتينج، بس أكثر شيء بعد مركزين عليه هي وظائف في التكنولوجي، فرونت إند وفول ستاك ديفلوبمنت أز ويل. صراحة قبل ما جيت توقعت بيكون في فرص أقل، بس يعني عقب ما جيت تفاجأت شوي. يعني شفت كذا شركة مناسبة حق الرول مالي. يعني ما دخلت في سوالف الرواتب، بس دخلت في أوقات العمل شوي وحسهم مناسبين.